انا سكت. العالم كله بيديني اللي حصل امبارح، والجيش اتحرك، هنتحرك ومش هنصمت. امشي، احنا بنحمل الامن، اي تدخل لفضل واقفه بالقوه، بنحمل الامن، اي حد يتاخد من وسطنا او يحاول يفضل واقفه بالقوه، احنا مش كلاب مصريين ودي ارضنا، بنعبر عن شغفنا. معانا ربنا معانا، مش كده يا ابني، انت هو اسمعوني اي حد يعمل كده معانا، كل مش عارف الجريمه اللي عامل فيها على حسابنا. خلاص انا ما حدش بيعمل كده يا ابو انا ما بحبش الشغل بقى.